سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان من الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كم منٹ چاہیے؟ نہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ابا بھائی یہ کہاں کھڑے ہو؟ میں تکبے تو ہندا تھا بار بار مت آ کمی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة وأقول بالسند المتصل إلا إلى الشيخ الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم في المغيرة الجعفي اليماني البخاري الأخير. زوم كرنا مولانا كاجي زوم كرنا مولانا كاجي وعلومه وعلومه أجمعين. آمين يا رب العالمين. أنه قال باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال المجاهد: القسط مأخوذ عنه في الرومية، ويقال والقسط مصدر المفسد وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. وبه قال حدثنا أحمد بن مشتاق قال حدثنا محمد بن قتيب بن عمار بن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.